من القطاع الذي يشهد تصعيد غير مسبوق، حيث ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العدوان الإسرائيلي إلى 3785 شهيدا. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن 3700 شهيد وصلوا إلى مستشفيات القطاع قطاع غزة منذ بداية العدوان، فيما ارتفع عدد الشهداء في محافظات الضفة إلى أكثر من 60 شهيدا، مشيرة إلى أن أكثر من 13,000 فلسطيني أصيبوا منذ بدء العدوان في قطاع غزة، فيما بلغ عدد المصابين في الضفة نحو 1,300 قتيل. خضر ركمين خضر من يوم الحرب هذا أهلي ومشاهدتي الشوق بيها نتابع مع حضراتكم هذه اللقطات الحية، حيث ما زال القصف مستمرا على قطاع غزة من جانب الاحتلال الغاشم ومن جانب الاحتلال الإسرائيلي، حيث أنه نتابع أنه تراجع الاحتلال عن إنذار السكان بقصف والإنذار والتهديد بشن ضربات، ولكن أصبح الاحتلال في الوقت الحالي لا يفرق بين أطفال منازل سكنية ونساء.